شو صار معك؟ ما في، لقيت الأشرطة والديسكات والورق؟ ما فيهاش ولا ورقة فاضية. يدورت يا كوري، بالك هنا ولا هناك؟ دورت، انت تعرفني شني في المواضيع عادية. بينك كيف بنصر تو، كيف بندير؟ با عندك ما بتدير، هيا قبل لا يجينا أحد. برا برا قدامي برا. مرحبا زين. مرحبا. اعطيني الحاجات. هادي يا كوري، تفضلي. لكن الورق ما لقيتهاش. الورق ما لقيتهاش؟ شو معناها هادي؟ دورت كويس وما لقيتهاش. كيف؟ كيف ما لقيتهاش؟ انت شي ما تعرفيش الدكتور معتز؟ ماهوش غبي باش يحط ورق زي هو مهم في مكان مفتوحك. وين بيحطهم بس؟ وين؟ الله اعلم. انزل انزل انت وياه، انزل من سيارتي. عيسى. ما نبيش حسين يعرف بالموضوع هذا نهائيا. لا لا لا، والورق شن دار بالورق؟ عزلوا من سيارتي. يا لك حاله خلاص. صب صب انت اليوم، صب للصبح. صب. لكن حتى هو منظر يضحك. توراه يقلبوا فيه على القرديلا، مرة يمين شوية مرة يسار شوية. هو في دار الحق توا يا شمامتي. هو كيف في دار الحق وما يحبش يقول الحق؟ ترى فاهم علي. حتى أنا لقيت الورق وما قلتش الحق. فندي. تمام تمام. جاي. لا جاي جاي جاي. ماشي. سلام سلام. يا عليك موقف. شن فيه؟ مركز يبوني ضروري. شعار كيف بنمشي بحالتي إياه يا راجل. حط راسك تحت الشيش. لا نحط رجلية تحت الشيش ما. اسمع خليك هني وما تتحركش. هاي. سلامتك. كنت شاك فيك انك انت شاي. الله غالب. القانون يا صاحبي، والقانون لا يحمي المغفلين. الكاميرات متاع المحل صوروك. انت موضوعك مش هنا، موضوعك حاجة تانية. كل شيء فوق تحلو يا كوري، وتوا خليني نطبق القانون. عندي اخبار مش كويسه. بدينا ضد الصدمات. قول شن عندك. اللي هو فتحي استلم امره المنطقه الغربيه. كويس؟ لا مش كويس، لان اللي هو فتحي يعرف يشتغل كويس من ناحيه اختيار الجنود وتوزيعهم على البوابات. وزيدك يا زايد يعرف المنطقه من الحد للحد. الحل يلحق اللي قبله. غلط يا زايمه، الاغتيال غلط. حيجيب لنا الجيش وحيمشط المنطقه الشبر شبر، وهذا مش في صالحنا. وشين المشكلة في الموضوع؟ يمشطوا الإمكانات ومش حيلقوا حد. وإحنا علاش من الأساس نوصلوا فيها لغادي يا زعيم؟ أنت عندك حل ولا غير تدوي؟ يا حسين ما تديليش الجو متاع شوف لنا حل ولا خلينا نتصرفوا بروسنا. اللي هو عنده تقلة في الدولة، وأي حاجة تصير له حتتحرك الدولة ضدنا. اللي هو لازم يموت، واليوم حيتم التنفيذ. عفوا يا زعيم، لازم تعطي علم لمهند. المرة اللي فاتت على ما أعتقد كان صارم بخصوص المواضيع هذه. مهند حيتفق معي في الرأي. لكن يا زعيم أنت لهيتي بالناس هما ونسيتي أهم حاجة. المحقق عمر قاعد يلم في معلومات وأدلة حتودينا كلنا في داهية. ومن قال لك نسيت المحقق عمر؟ مش هيك يا حسين؟ كل شيء في وقته حلو. والله هذه مشكلتكم. أنا عبارة عن شخص يجيب لكم في المعلومات وننفذ في تعليماتكم.
وانتو قراركم وانتو محرار فيه. القرار هذا حيمشي علينا كلنا بعد اذنك يا زعيم، واي حد حيطيح فينا حيطيحنا كلنا. لا يا سالم، انا وياك مش سواء، مره تطيح انت وتلقاني انا نسكر عليك باب الزنزانه. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. اهلا. اهلا بالدكتور يونس. اهلا يا عيسى، كيف الحال؟ انت وين مختفي؟ والله كنت ندير في ابديت للدماغ باش تستوعب اللي صاير. ايه، شن حال يوسف؟ يوسف اموره كويسه وقاعد في الحبس، ولا توه ما اعترفش باي حاجه ضدنا. وش نعرفك انه هو ما اعترفش باي شيء جي ضدنا؟ لان لو اعترف حيوجهوا له تهمه القتل، تهمه قتل معتز وزمرده. شو قصتهم هادو؟ شو يبوا منا؟ والله يا بنيتي علمي وعلمك سوا، الله اعلم من يطلعونا، الله لا تربحهم ان شاء الله. باهي نكلم الشرطه ولا شو ندير؟ لا 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 لا، ردي بالك يا بنيتي، تكلميه ردي بالك. خايفه اللي يجونا مره تانية وما تعرفيش شنو يديرون. انت سمعتيش شنو قال لك؟ تعرفي لو اتصلنا بالشرطة بيعرفوا وحوشنا ويعرفوا، وش تتوقعي يديرونا؟ ترى قولي لي انت شنو تبي تتوقعي؟ ما نعرفش. خلاص ما دامك ما تعرفيش اسكتي وخلي الامور تمشي عادي. لو بيضرونا راهم الناس داروا ما يبوا، لكن انا شاك الفاطه هذه ما وراها الا اخوك. ربي يهدي كان منا، هو ربي يهدي. على فكرة كلمني الصيدلاني اللي في راس الشارع. خيره؟ شن خيره؟ قال لي اللي انت واخده منا بالدين، الدواج فيه بالدين، علاش يا بنيتي ما قلتينيش؟ ما كانش وقتها عندي فلوس، كيف تبين نتصرف؟ مش لازم منا الدواء، والله ما هو لازم. ماما انا ما درتش اي غلط، عطيتها كتيب العائلة وقلت لها ردهم لك، وانا حاليا عندي فلوس تو نمشي نكمل المبلغ. علاش تبكي يا ام؟ تو خيرك. بكي من خوفي عليكم، نبكي مجهور قلبي على قدرك. وش بندير؟ ربي كريم يا عم، ربي كريم ويفرج علينا بعون الله. شو ناقصنا احنا؟ اهو قاعدين في حوشنا واكلين شربين، ما ناقصنا شيء. الحمد لله الحمد لله يا بنيتي. خلاص ما عادش تبكي يا عم. باهي مع الوزير النقيب عمر يلي طلب اجتماع عاجل مع حضرتك وبشكل طارئ. النقيب عمر؟ ومن اللي ما يعرفش النقيب عمر؟ مشكور سيادتك. مع الوزير، الهدف من هذا الاجتماع بناء على طلب النقيب عمر. في الفترة الأخيرة حدت تشكيليات وخلقات أمنية كبيرة، زادت وتيرة الإرهاب والجريمة. زودتها أخوي راه، زودتها. سامحني يا عماد، عارف كترت عليك، لكن ضروري ما نمشي نزور الحق. وانت بروحك قلتها كترت عليك. تقداش ليك خايب يا راجل، وجاي توا تبي تطلب إذن؟ تسحابها لعب انت، تهدى رزق ناس، تهدى ناكلوا منها رزق هذا. لا حول ولا قوة إلا بالله. والله حبس غريبة، هو ما عادش فهمته. فترة يقول لك في زيارة في كل أسبوع مرتين، وفترة بالأسبوعين ما فيش زيارة بكل. أعطيني ساعة بالساعة. أوف، سألتك بالله عال، شو تبيني نقول لك يا عبدو؟ سهلة، قول لي برا. استغفر الله العظيم. أرأت كيف خلتك تستغفر ربي وتاخذ حسنات؟ أعطيني ردن عال. برا يا عبدو، برا. والله من قبل نقول ان في عماد في داخله انسان طيب، كنت واخذ عليك فكره غلط الحق. كوني بلسانه باه. عبدو برخة من غير رايي. لا لا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. في واحد وكل لك محامي، وانا حسب كلامه باذن الله اليومين هذا تطلع. جديات ولا جديات؟ ماني؟ ها؟ يونس صح؟ يونس؟ من اللي قال لك انه هو اللي طلعني من المستشفى؟ هو. طيب من اللي قال لك ان زمرد اللي على اساس حناي قاعد حي؟ هو. عبدو شنو يخليك تصدقه؟ شوف يا يوسف، انا شهادة بالله اني كرهت عائلتك كلها، وبدأت ليونس اهو، لكن بعد ما هدرز علي والكلام اللي قاله لي فهمت منه انه قاعد يحبك ونادم على كل شيء داره لك. انت هذا كان يجيب الكعبه بين يديك. عارف يا يوسف، عارف عارف، لو كان شنو يجيب يجيب. انا ما قلت لك صدقه، في الاخير مريض نفسي وقتل ارواح مدمر حياش،
فأنا ما طلبتش منك تسامح. الحاجة الوحيدة اللي طلبتها منك إن تعطيه فرصة يصلح الغلط اللي داره معاك ويطلعك من المصايب اللي أنت فيها. مصيبة، ما زال في مصايب بعد اللي أنا فيه وماما. للأسف في إن في ناس في المنظمة قاعدة معاك في السجن، فتوقع يديروا لك أي شيء في أي وقت. ايش تبين ندير؟ ما فيش إلا حل واحد، إنك تخلي يونس يتصرف زي ما هو دخلك عنه، هو يطلعك معنا. وغيرك ما طلعت ليش في الزيارة اللي فاتت؟ عندي شوية مشاكل ما قدرتش نوصله. شوية مشاكل؟ باهي كويس. كيف حال أمي؟ باهي قاعدة تاخد فتواه وماشي الحال. شو مدايرين في المصروف؟ مستورة والحمد لله. كيف مستورة؟ كيف تتصرف وفاهميني؟ والله حضرتك قلت ان عندك صاحبك بيبدأ يجبلنا في الفلوس شي مرة، عطانا 1000 جنيه ومع الشي. كيف تبيني نتصرف يعني؟ مشيت نخدم. خدمة شنو؟ نخدم خدمة كويسة يعني، مشيت نخدم في مركز تجميل. يعني طيعتي كلمتي ومشيتي تخدمي في مزين؟ مالش تبيني نتصرف يعني؟ اش تبيني نخدم؟ بالك عندك خدمة تانية حضرتك تعطيها لي. قلت لك مزين لا من الأول. استغفر الله العظيم. محمد انت انسان محبوس يعني، لا تقدر توفر لنا لا امان ولا فلوس ولا حتى شيء. انت معزول على العالم يا اخوي. اختك كانت راجل الحوش لما شدوك، اختك زانتك، اختك وقفت لامها وحرمت روحها من كل حاجه باش تقعد جنبها. اختك تجي تزور فيك، تزور في اللي يضرب فيها، يسمع في كلام الناس لما يقولوا لك. تجي تزور في اللي حرمني من القرايه، تزور في اخوها ما عدناش غيرنا باش يقدر ينوض كل يوم ويعرف انه لازم يطلع من الحبس هذا على خطر. عرفت اختك توا يا محمد ولا مازال؟ عرفت. انا ما نبيش حد يضحك عليك بكلمتين، انا نبيك زي اخوك. ربي يحفظك محمد. بنقول لك على حاجه لك ما تضايقش روحك. امي خيرها شنفها؟ لا مش موضوع ماما، ماما حالها باهي. شنفي؟ انت عندك مشاكل برا الحبس مع ناس مش كويسه. ايه عندي. اصلا في ناس خشوا من الحوش في الليل وقلبوا الدنيا كلها في قروص، وكان في ايديهم سلاح. تقولي انتي سلاح شنو؟ ايه اني وماما قريب متنا من الخوف. قديش واحد؟ تقريبا 3. ما ركزتيش في حد في وجهه في حاجة؟ ايه في حد عينه غريبة هيك زي البيضة. عيسى يا واطي تعرفه؟